20 جانفي البداية كالعادة بالكونسي توت سويت رفماغ لكونسي يا سيدي نبدأ بنسب التسويت وتقدم غير مسبوق للدستور الحر في نوايا التسويت للتشريعية 41% عبير موسي والدستور الحر النهضة في المركز الثاني بفارق غير مسبوق 15.4% وتقدم لائتلاف الكرامة 9.1% في علاقة برئاسة الجمهورية قيس سعيد ديما في المرتبة الأولى ولكن يتراجع تقريبا بعشرة نقاط الفارق شاسع بينه وبين عبير موسي قيس 40.8 عبير 15.9% ولكن أول مرة اليوم لو كان تصير الانتخابات الرئاسية قيس سعيد الخروح مجبر أنه يلعب الدور الثاني الأعداد لنسب التسويت هذه لسبر الأراء لنوايا التسويت حاجة تفرحكم ما تفرحكم مش ماشيين في ثنية صحيحة ثنية غالطة علاش 10 نقاط قيس سعيد علاش هال 41% اليوم العابر موسي علاش هذا الكل شنو التفسير ومع مدد الأعداد نبدأ بيك برهان ستة متوقع وتقريبا هي سبر أراء لشهر جانفي ولعله سبر أراء يخص شهر جانفي وقيمته المعنوية بالنسبة لي سبر أراء ذا يوافق سبر أراءك الشخصي كي تبدأ في قهوة وفي سالون دوتي وفي قاعدة ترى فيه هذا 40% عبير بخل نهضة بعيدة 15 قيس ديمالو لما طاح شوية 10 بونت وكمام تحس فيه هذا موجود موجود حقاقا للحق موجود تراجع رئيس الجمهورية الانتقادات حول رئيس الجمهورية تحسها حتى رئيس الجمهورية عمناول مش رئيس الجمهورية اليوم تذكر معناها قبل معناها عم ناول أي كلمة على رئيس الجمهورية بالحق أو بالباطل تهبط عليك الناس وتقول لك عيب ومعناها تحس فما تعب كبيرة متعاطفة مع الرئيس اللي بدأت تخف وبدأت تنقص خلينا نشوفه في أبار الأطراف السياسية وأبار الأحزاب اللي قاعدة في حالة صدام الآن مع الرئيس واختلاف كبير معاه حتى في الإطار الفضاء العادي رغم الرئيس ما زال يحافظ على حدوده معناها مش معناها انهيار تام وانهيار شامل لكن بالمقارنة مع السنة فقط من توليه الرئاسة وفقدانه لبعض النقاط الهامة تقريبا توطاح بأكثر من 25 نقطة معناها عموما من عمناول لسناء 10 في هذا آخر سونداج على المستوى السياسي والحزبي والانتخابات التشريعية هذا يتأكد الاستقطاب اليوم اللي عمال يترسخ في الساحة السياسية بين أنصار النظام القديم كي يقول أنصار النظام القديم ما همش بالضرورة الأنصار المتحزبين ولا الأنصار اللي يحضوا في اجتماعات حزبية الناس اللي قسمت فيهم تونس بين اللي يقول لك النظام القديم خير لحيات مع نظام زين العابدين بن علي خير والناس الأخرى اللي تشوف أنه بالعكس بعد 2011 أفضل مهما كانت المصاعب هذا هي الانتخابات إلى الآن حسب السونداج هذه بيشتم بين رأيين في نهاية الأمر عبير موسي والحزب الدستوري الحر يلخص النظام القديم وتمكن من أنه يحمل لواء النظام القديم وهو رمز أصبح للنظام القديم حتى في أكثر الأشياء اللي بعض جماعة ما بعد 2011 يلوموا فيه عليه معناه النظام القديم مش حتى بشكل المكيج لا النظام القديم الإسلاميينيزم يتم معناها استئصالهم أكبر مصيبة في البلاد هما حركة النهضة أكبر مشكلة في البلاد هي الإسلام السياسي يمشي الإسلام السياسي البلاد تستقر وتلهو بالنمو الاقتصادي هذا تلخيص للنظام القديم فلسفة النظام القديم في إدارة المجتمع قبل 2011 مقرأش غريب أنه النظام اللي ثار عليه الشعب والذي كان قبل يعتبروه جزء كبير من الشعب ظلم وغيره وكذا هو بيدو اليوم رجع إلى دير نقولوا احنا الفكرة دي اللي ما تخبيش عبير موسي طعنوا أنا أستأثر هي أنا ضد أنا كذا هذه بالتجارب التاريخية الكبيرة اللي تعيش فيها بلادنا تقريبا تمشي على خطى بعد تجارب الانتقالات الديمقراطية اللي عرفتها أوروبا الشرقية عادة الأحزاب الشيوعية رجعت نتيجة أزمات ما بعد الديمقراطية خطر الديمقراطية راهي عمرها ما جات بعد معناها فترات الاستبداد والأنظمة السلطوية ورقات الأمور بهيئة لا تدخل في أزمة تتسائل عليها العباد غير قادرة أنها تنجز اقتصاديا واجتماعيا العباد أوتوماتيك ما باش تحل النظام القديم المعركة في الانتخابات القادمة 2024 بعد 14 سنة تقريبا ستكون يبدو إذا كان مشينا في نفس السونداج في نفس الاستقطابات بين أنصار النظام القديم وبين أنصار ما بعد 2011 مش نعود نعيشوا نفس الاستقطاب ما تراش نتنجم نخرجوا منه برهان بحاجة أخرى المرة هذه لا المرة هذه ما هوش استقطاب إسلاميين ومش إسلاميين كما حصل في 2014 بين نداء تونس وحركة النهضة لا المرة هذه أعمق السؤال أكبر سؤال تساؤل حول فترتين ما قبل 2011 ما بعد 2011 والفرز باش يتم على اساس هذا واضح نمشيو للاخبار سلمى هلالي اف ام اكسبريس تو سويت
IFM Express. صباح النور. تسجيل 3890 إصابة جديدة بكورونا و77 وفاة مقابل 2560 حالة شفاء بتاريخ 19 جانفي. وزير الصحة يقول إنه تونس في تواصل مع الدول الكل اللي شرت تلقيح كورونا باش تشري منهم كميات ومش صدقة منهم. عضو لجنة مجابهة كورونا جليلة بن خليل تأكد إنه الاحتجاجات والتجمعات الأخرى باش تخالف عدد كبير من الإصابات بكورونا المدة الجاية. عائلة الشاب هيكل الراشدي في سبيت لا تتقدم بشكاية وتقول إنه ولدها تعكرت صحته بعد إصابته بعبوة لكريموجين في الاحتجاجات الأخرى والنيابة العمومية تأذن بالتحقيق في الموضوع. وزير الشؤون الاجتماعية يقول من البرلمان إنه لا مجال للحلول الأمنية في التعامل مع التحركات الاحتجاجية وانتهاج أسلوب الحوار ضروري. مكتب البرلمان يقرر عقد جلسة عامة نهار 26 جانفي للتصويت على منح الثقة للوزراء المقترحين في التحوير الوزاري. والرئيس الأمريكي بايدن يدعو الأمريكيين للوحدة ويوعد بهزم الإرهاب الداخلي. موعدنا يتجدد في أخبار ثمانية. مازلتم كاملين مع راف ماك. مازلنا مواصلين معكم في راف ماك فاصل ونرجع لكم للكونسي. حاب تحسن الفرنسي نتاعك ولا نتاع صغارك؟ عليك بالانستيتو فرونسي، المركز المعترف به من وزاره التربيه الفرنسيه. السيسيون الجايه تبدا في جانفيي وتنجم تجيب حضانه باش تقيد من توا. الانستيتو فرونسي موجوده في شارع باريس في تونس، ميتويل فيل، العمران، المرسى، مجرين، المروج، بيجا، نابل، حمامات، سوسه، صفاقس، قبلي، قابس ولا مدنين. الاكثر معلومات كونيكتي على الباج فيسبوك نتاعنا انستيتو فرونسي دو تونيزي ولا ابعث ميل على Allo IFT 2021@gmail.com. راف ماغ البرنامج الصباحي رقم واحد في تونس. السبعة 35 دقيقة صباح الأنوار. الناس اللي تحقت بينا تسمعوا في راف ماغ، تسمعوا في الكونسي. حديثنا على نسب التصويت ونوايا التصويت في الرئاسية والتشريعية. تقدم غير مسبوق للدستور الحر عبير موسي 41% في التشريعية. قيس سعيد ديما مرتبة أولى ولكن تراجع تقريبا بعشر نقاط، وحتمية مرور للدور الثاني اليوم لو كان تصير الانتخابات. على شنو تحب تحكي؟ شنو اللي فاجئك مثلا؟ شنو اللي ما عجبك؟ شنو اللي عجبك في نوايا التصويت التونسي؟ نجمو نقيمو راهو، نجمو نقيمو اختيارات الشعب اليوم، خاطر احنا ديما ننقدوا فيهم بوست واحد بعد تصير الانتخابات. هذاك اش انتخبتوا، هذاك اش عملتوا، هذاك بضاعتكم ردت اليكم اليوم قبل 3 أو 4 سنين. نجمو نعطيو راينا، هل هذا المشهد اليوم غدوه يفرحك كان تلقاه سور تيران في 2024؟ ساعه انا اكثر رقم يخوفني هو انه 70% من التوانسه اليوم ما يعرفوش شكون باش يصوتوا في التشريعيه. معناها الارقام اللي نحكيو فيها كي نقولوا عبير موسي باش تجيب 41% والنهضه 15 والائتلاف كرامه 9، هذا يخص 30% من التوانسه برك. سيت انورم 70% في استطلاعات الراي. اما ديما كان هذاك الرقم راهو في الانتخابات اللي تعدي ديما 60-65% مش عارفين مش برشا. معناها اليوم 7 توانسه على 10 ما لقاوش ظلتهم في السوق السياسيه في تونس، وهذا ما يدعو الجميع اللي جايين الاولانيين الى شيء من التواضع. أنا اللي جلب فما حاجتين جلبوا انتباهي. بون الصعود نتاع عبير موسي متأكد أنه سيتواصل. أولا صعود ائتلاف الكرامة، ائتلاف الكرامة في عام مر من 2.7% الفوق 9، معناها إلى تريبلي الأودينس نتاعو. وثانيا النزول المنتظر للرئيس قيس سعيد واللي يدخل في خانة وأنه الحكم يهري. أولا الحكم يهري بطبيعة الحال، ثم أنه الرئيس بصراحة وللأمانة مع قيس سعيد رغم موقفي منه تعرفوه راح تهري لحد ما ينيش حكم وقرارات شعبية خليته يخسر. راح تهري السكوت صحيح. يهري هو السكوت مسكت غير مفهومة ولا خطابات غير مفهومة. رئيس بقي في المبهم وهذا نبهنا له، قلنا له قلناه من مدة طويلة، وأنه رئيس الجمهورية اليوم بالنسبة للتوانسة لم يعد يمثل ملجأ، والبعد الطهوري نتاعو لم يعد كافيا، لانه الطهوريه باهيه كنقطه انطلاق كارد فيزيت طهوري نحلوا لك الباب جيب حذانا اي من بعد اسم بالنسبه من بعد فيما يخص الانتخابات التشريعيه ساعه الانهيار الكامل تقريبا لكل ما هو خارج عن الاستقطاب الثنائي. والاستقطاب الثنائي نشحت فيه عبير موسي. انا ما نوافقش برهان في مساله الحنين الى الماضي. مانيش متاكد وانه في ال 41% من التوانسه هذوما فما نسبه كبيره من الناس سامحني بوريان اللي كانت اللي تموت على بن علي. نراو انه عبير موسي نجحت
وأنه خلت جزء كبير من الشعب التونسي يعتبر وأنه أولا وبالذات عدو الشعب ذي ورشد الغنوشي. ورشد الغنوشي جابها الروح لأنه هو اللي وضع نفسه في هذه الوضعية بمجموعة من المستشارين اللي غلطوا وقت قالوا له وأنه يلزم يشد رئاسة المجلس. أنا متأكد لو أنه رشد الغنوشي لم يكن في رئاسة المجلس لا عبير موسي تجيب 40% ولا النهضة قد يكون النهضة تابت 15 من مش للدرجة هذه. اليوم كانتش عبير باش بدل مواقفها من عبير، لكن واضح اتجاه التصوير نتاعها واضح مش كيما رشد الغنوشي. صباحا مساء ويوم الاحد مش كي انا متاكد انه نسمع الاولاد والله يا رفيق شو نقول لك، معناتها شو الدنيا بعد 10 سنين كي واليوم ترابوريان كيفاش يحكي في التليفون والضحكه وحنا يكيتو معناتها شفتوا تو مكتوب في الواتساب مبروك علينا ليه يا رفيق ويحكي في التليفون قبيله في الستة ونص سبعة غير ربع يحكي مع جي سبعة انا سمعته من قبل يحكي قالها الحمد لله باش يرجع الموف البوتويت باش يرجعوا موف العالم باش يرجع موف الحاج يقول قولوا الحاج ربي يعطيني نفس يا برهان وراك منور ويرجع العالم يرفرف في الموضوع. ما شكون يحكي ما في اخر الكوميونيكاسيون قال مبروك علينا يلا 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 واه والحاج قال بوس لي اللبوه ظاهر على شكون يحكي ظاهر. اما انتو كاره فيق فما حاجه ما قالهاش مراد وبرهان كادوريم تخلى السباق معناتها تاريخ النجم نراو كلاشيات بين مخلوف مخلوف منحي ماريو القلعه ووجهي منحي ثعلب كادوريم صحيح ثعلب وي الحمد لله هذاك هو كنت باش احكي على كادوريم باش نقول كادوريم نجح انه اليوم يقنع التوانسه نسبه من التوانسه مأمنين به دونك نجم يجي نهار من نهارات يقول انا ما نحبش نترشح للانتخابات الرئاسيه لكن هما قاعدين يدزوا فيا ويحبوا يكونوا رئيس الشركة اللي تعمل في السونداج قد يكون في إطار اتفاق ما بينها وكادوريم حطته نتهم معناها في المباشر الشركة في المباشر معناها اتفاق شنو معناها فلوس ما قلتش أنتو لا قلت حمل مسؤوليتك شنو ما قلتش يعني اتفاق معنوي معناها اعتباري فما نقطة هامة ما تعرض لنا ياش كان تعدي من موضوع السونداج نقطة هامة اللي هي صافي سعيد قاعد يتسرسب شنو صافي سعيد قاعد يتسرسب والبارح عندنا لهنا في فهم وقت قالوا له راك الثالث قال لهم لا مانيش الثالث انا الاول خاطر الرئيس هذاك قاعد مو جاب 70 قاعد توا ياكل فيهم بشويه بشويه توا انا الثاني ثلاثة ارباع النقاط اللي حسدهم صافي سعيد مسؤول عليهم سمير الوفي في لاباريسيون عاود يطلع صافي في لي سونداج عندك حاجه مزيده متعديه لا مهم دور التلفزه دور التلفزه في 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 الصعود السياسي تبقى ديما التلفزه وسائل الاعلام عموما كيقول التلفزه معها الاذاعات بل حتى الفيسبوك دورها في التصعيد السياسي للوجوه السياسيه شوف كادوريم راهو ابري باساج ولا زوزه في التيلي اليوم يلقى روحه في السونداج قبل بثلاث سنين معناها تخيل خدمه اخرى الله اعلم باش تنجم تتعمل بعد ثلاث سنين ويتلقاها انا متاكد خدمه اخرى باش ينقز مرتبه ثانيه الخدمه هذا رفيق نعقب شويه على 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 مراد في علاقه 20 ثانيه في 20 ثانيه عبير وانصار بن علي كان جات قصه انك تخلي الغنوشي هو سيب الواحد من 10 سنين طلع راهي طلعت ناس اخرين خدموها قبل للجبهه الشعبيه خدمه سي سامحني خدموها اكثر بكثير احزاب سياسيه من 2011 من اللي تخلقت مشكلتها راهي البلاد تقول يا توانسه مشكلتكم هي الغنوشي كان 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 تربح راهي ربحتها تقول عبير تفسيرك العبير مشكلتها مش مشكلتها قوه عبير موسي كما قلت لك لخصت حنين ما همش يقولوا ما همش انصار بن علي يقولوا وقت بن علي خير انتهى الاخبار الموالي الاخبار الموالي تسريح لل